تطلب ايه من العميده الجديده؟ رايي في العميده الجديده هو بصراحه مش عارف رايي، بس احنا ممكن نقول حاجه، ربنا يخليكي لينا يا رب، واحنا ما بناش منك ابدا، نديك في كل خطوه سلمك يا رب، الحرام وقفلك الواد الحلال، تعبك ما يحرمك، اقسم عليكي قادر يا كريم يا رب. انا نفسي يصلحوا المراوح، او يبقى في مراوح اصلا، لان المراوح يعني لو موجوده بتبقى بايظه، ويصلحوا البنجيات، مش كل شويه البنج يقع فوق دماغنا واحنا قاعدين. اطلب من العميده ان المبنى يتجدد، بدل لو في مثلا ورا بيبقى في كليه الالسن ممسوحه، كاتبين كليه والالسن مش مكمله، فدي تتجدد. في حاجات تانية بس انا مش فاكرها دلوقتي. يعني هو اول حاجه لما كنا بنواجه مشكله في لما كنا تبع اسره تستلم في الكليه، كانوا مش بيسمحوا لاي اسره ان هي تعمل اكتيفيتي داخل الكليه، لازم لتبع الاتحاد. غير المشاكل اللي احنا بنواجهها اصلا في الكليه في السكاشن وكده، ان في بنجيات متكسره والعدد كبير، وكنا بنقف بالثلاث ساعات اصلا في المحاضره، وساعات الورق في الامتحان بيجي متاخر. يعني بدل ما في ساعات بنخلص متاخر قوي 6 من 6 بالليل، وبقى اليوم من 9 ل 6 بالليل، المفروض يعني نقلل او نحاول نظبط المواعيد، بحيث ان احنا مش ينفع من 6 من 9 ل 6، اكيد مش هنستوعب ده كله يعني. بس غير ان الكراسي فيها مكسره وما كناش بنعرف نمتحن يعني. وفي ناس من اللي هم المشرفين على الامتحان اصلا مش كويسين يعني، شخص خالص ولا ذوقيا ولا شخصيا ولا اي حاجه. اتمنى ان العميده ان هي تحقق لنا ان يبقى في ويب سايت للجامعه، بحيث ان كل دكتور او مثلا ويب سايت لكل قسم، بحيث ان الدكتور لو مش جاي ليكتشر او كده ان هي تقدر تقول لنا، لان احنا يعني احيانا بيقولوا لنا طلبه ان الليكتشر كانسلد او كده، فاحنا ما بنبقاش عارفين، او احيانا بنيجي على الفاضي. فيعني يا ريت يبقى في ويب سايت يتقال فيه كل الاخبار اللي بتحصل في الجامعه. مديها الكرنيه عشان تعمله، كل لما روحت تقول لي تعالي بعد اسبوع، الكرنيه قعد عندها شهرين، وفي الاخر لقيته في مكان تاني خالص، اصلا مش في المكان اللي ممكن تلاقي فيه. حاجه تاني عايزه تطلبيها من العميده الجديده؟ ان هم يوفروا لنا، يعني احنا عشان اللغات، ان هم المفروض يوفروا لنا حاجات تساعد ان احنا ننمي اللغه بتاعتنا، مش ان هو المحاضرات وخلاص، يعني رحلات بقى وكده يعني. تمام.